أمامي حتى أصلي الظهر. تقدم أمامه بنصف من بقي معه من أصحابه، فصلى الحسين صلوات الله عليه بالنصف الآخر. وكلما جاءت السهام نحو الحسين صلوات الله عليه يمينا وشمالا، قام سعيد بين يديه، فما زال يتلقى النبل بنحره وصدره حتى أسخن بالجراح وسقط إلى الأرض وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغ ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك محمد صلى الله عليه وآله. ثم التفت إلى الحسين صلوات الله عليه وكان قد فرغ من صلاته وقال: أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال الحسين صلوات الله عليه: نعم، أنت أمامي في الجنة. ثم قضى نحبه فوجد به 13 سهما سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح. وأنتم أيها الحسينيون والمنتظرون سماع صوت الأذان لإقامة الصلاة، جعلكم الله من المصلين وتقبل منكم خالص أعمالكم ولقبولها، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أمير المؤمنين وأبناء المعصومين حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. عليه وعلى أولاده سلام الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في كل مكان. اللهم انصر المقاتلين الأبطال، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم اشف كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام، ولا سيما المرضى المنظورين منهم ومن سألون الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أموات السامعين والحاضرين، وإلى أرواح علمائنا الأعلام وشهدائنا الأبرار، بلغ اللهم الجميع ثواب سورة الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقام صلاة الجماعة بإمام السماحة الشيخ عبد الكريم الخاقاني. إمام الجماعة سماحة الشيخ عبد الكريم الخاقاني. الإخوة المصلين في الصف الأول، من كان صلاته قصر الرجاء الرجوع إلى الصفوف الأخرى وعدم سبق الإمام في الأفعال، يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله قامت الصلاة، لا إله إلا الله، تهيأ للصلاة، يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، تكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر الله أكبر سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته الله أكبر سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته الله أكبر سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا لطيف ارحم عبدك الضعيف يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثانيا غفر الله ذنوبكم على محبة أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم تسبيح سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.